صباح الخير، وصلنا لأولى الفقرات لليوم. لما بنختار أي عمل جديد فلازم نكون بنعرف على الأقل وعندنا صورة واضحة عن المكان اللي نحن رايحين عليه، يعني بما أنه ممكن نقضي فيه ثلث نهارنا تقريباً. في ناس يعني بيشتغلوا 8 ساعات، في ناس بتطول أكثر وبتحب مكان العمل وبتبقى فيه، فهي التفاصيل كلياتها عن جد كتير مهمة. قديش عددهم هدول؟ كثير قلال بصراحه. صفنتي حسيتك، يعني مثل ما عم بتقول رغد، اكيد هذا الشيء 100% صح، ومثل ما لازم نعرف شو هي حقوقنا بهالمكان لازم نعرف واجباتنا تجاهه وشو الحدود يلي لازم نوقف عندها سواء بالتعامل او بالعمل نفسه، وهذا الشيء ايضا لازم نعرف يعني حدود القائمين على العمل تجاهنا نحن كموظفين باختلاف القطاع ان كان العام او حتى الخاص. لحتى نعرف هالتفاصيل كلها رح تكون معنا بالاستوديو مدربه التنميه الذاتيه حلا الشيخ. صباح الخير حلا. اهلا وسهلا فيك. صباح الخير فيك حلا. شو هي المميزات اللي لازم يكون خلينا نقول موجوده بمكان عمل نحن قمنا باختياره؟ شو هي القصص يلي بتميز هذا المكان لحتى نحن نعرف شو قلنا وشو علينا، شو حقوقنا وشو واجباتنا؟ تمام. هلا اول شيء بالبدايه بتختلف حسب طبيعه كل عمل، سواء كان هذا الشيء تابع تحت القطاع العام او تحت القطاع الخاص. يفترض على العامل ان يعرف حقوقه وواجباته باي عمل رح يقوم فيه، ويعرف هي العلاقه العمليه بينه وبين رب العمل، شو هي الحقوق والواجبات اللي بتندرج ضمن هي العلاقه العمليه. اذا كانت هي العلاقه ضمن عقد فهو لازم يكون واعي لقراءه هذا العقد ويعرف شو بنود العقد وشو واجباته وحقوقه. تندرج الواجبات، اكيد هو واجب عليه انه يلتزم باداء العمل الموكل له، وواجب عليه انه ينفذ الاوامر والتوجيهات اللي بتجي طبعا اكيد ضمن القوانين والانظمه حسب قانون العاملين الاساسي اذا كانت تندرج تحت القطاع الحكومي، وحسب قانون العمل اذا كانت تندرج تحت القطاع الخاص. تمام. طيب اذا بدي ارجع شوي لورا، قبل ما أنا أصلاً أقدم على هاي الشركة أو الشركة الثانية، في معلومات معينة أنا لازم أكون بعرفها عن الشركة، عن أسلوب العمل فيها، عن شروطها، عن حدودي وحدود الإدارة معي مثلاً قبل ما أقدم أنا على هاي الشركة أو أختار شركة أخرى حتى يكون هذا الموضوع بيناسبني أو ما بيناسبني قبل ما أتورط؟ تمام. هلا هون حسب الهيكلية التنظيمية، هلا أكثر شيء هي السياسة بتكون متبعة لما أنا بكون بدي أروح بدي أتوظف بشركة أو ضمن مؤسسة تابعة للقطاع الخاص. أنا هون بيكون عندي وقت إنه أنا مثلاً بقدم السي في وشو مؤهلاتي، شو إمكانياتي، بشو بتمتع، شو القدرات الموجودة عندي. ولما بتتم مقابلة العمل أنا هون أكيد رح أعرف، وخلال المقابلة رح أستوضح شو طبيعة العمل، أنا شو العمل اللي بدي أقوم فيه، لانه لازم تحدد طبيعه العمل، انا لازم اعرف شو الشغل اللي انا رايحه عليه، مشان لبعدين انا ما اكلف بعمل غير اللي منصوص عليه بالعقد او غير المتفق عليه، لازم اعرف قديش الاجر والاستحقاق، لازم اعرف طب ساعات العمل، لازم اعرف شو البيئه اللي انا بدي اشتغل فيها، لازم اعرف شو الميزات او شو المكافآت اللي هي بتعمل تحفيز وظيفي عندي، بترفع قدرتي، هل بتركز على امكانياتي، هل قياس الاداء الوظيفي عندي يعتمد على نظام مكافآت او علاوات او ترقيه، لازم يكون عندي هي المعلومات الكافيه قبل ما اروح أقدم على هي الشركة. تماما. يعني حلا اللي عم بيصير هلا انه في كثير عالم بتعرف انه عليها واجبات بتقدم كثير، ونحن هيك متعودين في عنا بشكل عام ثقافة الإخلاص للعمل، فبتلاقي الموظف عم يطلع من وش الصبح احيانا عم يداوم برا شغله على نفس الراتب، عم يعطي اضعاف مضاعفة من الجهد لحتى تنجح هي المؤسسات سواء في القطاع الخاص او القطاع العام. في عندنا فكره الاخلاص للعمل لانه هيك ربينا، هيك بيئه الاهل، حتى عندنا يعني في اسطوره المعلم تبع المدرسه قديش هو مخلص وقديش بيعمل وقديش بيقدم لطلابه. فخلينا نقول انه نحن عندنا حقوق ايضا كثير مهمه انه نحن نعرف شو هي، شو هي هي الحقوق؟ اكيد مثل ما حكيتي فكره، نحن اوقات لما بنروح ومنكون شده اخلاصنا للعمل بتخلي انه نحن نصير نشتغل شيء مو شغلنا، يعني يمكن عم نشتغل شغلنا وشغل رفقاتنا، وهي الاخلاص الزائد في العمل بيعلم الناس الاستغلال. فانا لازم يكون واعي شو هي حقوقي بالعمل. اول شيء العنايه الطبيه، انا لازم اكون عم اتمتع بعنايه طبيه، اكيد لازم اتواجد ببيئه امنه وفيها السلامة المهنية، لازم اتواجد بهي البيئة، يكون في كمان من حقي استحقاق الأجر، زيادة الأجور اللي هي حسب كل نظام أو حسب الهيكلية التنظيمية، لازم يكون عندي كمان تكافؤ بالفرص والمساواة في الترقية، لازم يكون عندي إنه أنا خلص بشتغل الشغل المكلف فيه فقط، إذا إجاني أمر أو توجيه بإني أشتغل شيء
تمام ما بيشتغلوا وبرفض هذا الشيء، واهم شيء لما بده ينفذ هذا الامر هو بده يكون وفق القوانين والانظمه المتبعه بهيكليه التنظيم الموجوده، سواء كانت في القطاع العام او في القطاع الخاص. تمام، لانه اغلب الاحيان يمكن نحن وقت بنشتغل شغله مو شغلتنا بتصير بعدين هي واجب علينا ونحن قصرنا فيه ونطالب فيها، وهذا الشيء مو واجبنا يعني. هو ما شغلتي كانت صح. يعني بس هلا صرت انا شخص عم قصر باداء عملي. طيب تعال نحكي شوي عن التعامل، كيفيه التعامل بين الاداره، بدنا نحكي مدير وموظف، في حدود للمدير أكيد. ايضا في حدود للموظف، هي بدايه أكيد. الحدود عند الموظف أكيد. شو هي هي الحدود وكيف ممكن نحن نحطها؟ تمام، هلا بالواجبات الموظف دائما عندنا واجبات ايجابيه وواجبات سلبيه. من الواجبات السلبيه اول شيء الحفاظ على السريه التامه وعدم افشاء اسرار العمل، عدم الاحتفاظ باي ورقه بتخص العمل لصالحي، عدم استخدام الادوات المتاحه الي بالعمل لاغراض شخصيه، عدم قبول منحه او هديه لقاء العمل اللي انا مكلف فيه، واكيد ما لازم يكون عندي منافسه لصاحب العمل او مثلا التمرد اني ما نفذ التوجيهات والاوامر اللي بتجيني. نحن تيم بالاخير. نعم، نحن فريق بالاخر. تماما، انه لازم تكون نحن يعني انا وياك سوا لحتى ينجح العمل، مو صح. انت بدك تنجح وانا ما رح انجح. لا، هون بتتكافل الجهود مع بعضها وبنضمن اثنيناتنا نجاح العمل اللي نحن عم نقوم فيه. تمام، يعني حلا اليوم اغلب العالم يلي عم تتوظف بتبعت هالسي في، بتعمل مقابله مع الاتش ار بالمكان اللي هي رايحه عليه، بتلاقيهم كثير متحمسين والى اخره، بيجي وقت توقيع العقود فالعالم ما بتقرا صح شو مكتوب، هون بس بتمسك القلم وبتوقع. قديش مهم اليوم الموظف يشوف شو عم يوقع او يعرف شو ماهيه العقد اللي هو عم يعني بفوت على شركه جديده على مكان جديد، يعرف هو شو عليه وشو له يعني صح. هي الفكره، قديش مهم اليوم يكون عندنا درايه فيها او نستشير حتى محامي، انه نحن ما بنقدر نفوت هيك على اي مكان بس نمسك الورقه والقلم ويكون عندنا هذا الحماس والباشن وبس نوقع ويلا نبلش نداوم وبعدين ننصدم بالقصص اللي موجوده ببنود العقد. مزبوط، هي نقطه كثير كثير مهمه، لانه اوقات الشباب بيكونوا متخرجين جديد وانه يلا بدنا بس فرصه شغل وفرصه عمل، مجرد ما بتجي الفرصه دغري بيتم توقيع العقد بدون اي قراءه لبنود العقد، هذا الشيء بيوقعنا باخطاء لبعدين، يعني ممكن يكون في شرط بعقد العمل انه انا ما فيني اترك هذا العمل لمده 5 سنين، وممكن تجيني فرصه بمكان افضل، فانا خلص ملتزمه ببنود هذا العقد، فانا لازم يكون عندي قراءه واعيه ودقيقه جدا، واسال اهل الاختصاص. تمام. اسال محامي، اسال استشاري بهذا الموضوع، انه انا اقرا العقد، افهم البنود تبعته، اعرف شو علي شو ما علي، لامتى مده العقد، شو الشيء اللي انا امتى بحق لي مثلا تعرضت لاساءه بدي ارفع طيب مثلا دعوه، بدي طالب بحقي، ما بدي اكون مستند على عقد، فلازم يكون عندي قراءه واضحه ودقيقه جدا لبنود العقد. تمام، بما انك حلا حكيتي عن التعرض للاساءه، في حال تعرض الشخص لاساءه اكيد في قوانين بتحميه، ولكن اذا اداره المكان او اصحاب الشركه ما التزموا بهي القوانين، هو لمين ممكن يلجا؟ شو ممكن يتصرف؟ هلا حسب النظام اللي هو موجود فيه، سواء كان تابع للقطاع العام او للقطاع الخاص، اكيد بيكون في لجان او في مثلا حسب التسلسل الاداري من المدير لاعلى منه بيتم تقديم هي الشكوى، بحيث ما تم الاستجابه اكيد فيه يلجا للطريق القانوني وفي يرفع دعوى عماليه، يعني اهم شيء تكون هي علاقه العمل موثقه ضمن عقد كمان، يعني هذا الشيء كثير مهم، واعرف شو بنود العقد، انه انا امتى بحق لي او امتى ما بحق لي، يعني فكرتي اني انا اعرف حقوقي وواجباتي وكون قارئ بنود العقد كثير بتساعدني وبتحميني. يعني انا صح. لازم اكون مسجل بالتامينات الاجتماعيه أكيد. لحتى انا اقدر الجا لحدا اذا ما تم يعني تلبيه صح اكيد رغبتي بانه انا عندي اساءه، تعرضت لاساءه، انتم لازم تحموني تمام كاداره. تمام اي، او تم التقصير بحق من حقوقه، ما قبض الرواتب الخاصه فيه، ما اخذ الاجور، المستحقات، مكافاه نهايه الخدمه، هي القصص كلها اي اذا ما كان هو مسجل ومنتبه لهي النقطه بيخسر حقه. تمام. طيب حلا، هل اليوم في اختلاف، حكينا عن القطاع العام وحكينا عن القطاع الخاص، هل في اختلاف بين الاثنين من حيث الحقوق والواجبات والمعلومات وبيئة العمل والرواتب حتى اليوم بسوريا، مع انه انا بشوفهم انه شوي قراب لبعضهم، يعني في بعض الشركات فقط بهي البلد عم تعطي رواتب فعلا بتناسب سعر الصرف خلينا نقول لحتى تحافظ على الستاف تبعها، لانه في عالم عم تقلك انا مالي مضطر اقعد على راتب 200,000 و400,000، لا بحمل حالي وبطلع برا البلد وبطلع اضعاف مضاعفه، بالاخص صح. الناس اللي عندها شهادات عاليه وعندها يمكن خلينا نقول تقنيات عاليه، فهل في فرق بين الاثنين اليوم بسوق العمل؟
إيه اكيد في فرق. اول شيء بالملكيه، بالقطاع العام الملكيه بتكون عائده هي لخدمه المجتمع وللدوله، يعني بالقطاع الخاص بتكون ملكيته عائده للافراد مباشره، هن اصحاب الملك. اكيد كمان بالقياس لاداء الوظيفي، نحن بنلاحظ بالقطاع العام ما كثير في التركيز على قياس الاداء الوظيفي او استخراج امكانيات وقدرات الشخص وتوظيفه بالمكان المناسب. بالقطاع الخاص بيتم تسليط الضوء على هي النقطه، بيعرفوا امكانيات الشخص من خلال المقابله اللي بتتم، بيتم توظيفه بالمكان المناسب، نظام المكافآت، نظام الترقيات عندهم بيحفز امكانيه ونشاط الموظف عندهم، يعني تكون عنده نفس انه يشتغل ويقبل على العمل، انه ترتفع جوده العمل. فاكيد بتختلف القطاع العام عن القطاع الخاص، وبالرواتب اكيد القطاع الخاص بتكون نسبته اعلى، نسبته اعلى من القطاع العام. طيب تمام. حلب، بما انه حضرتك مدربه تنميه ذاتيه، فاكيد بتسمعي من خلال تدريباتك للشباب بكثير من الملاحظات، بكثير يمكن من المشاكل اللي بتصير معهم، شو هي اكثر الاخطاء اللي بتشوفيها مرتكبه ان كان من قبل الموظف او حتى من قبل الاداره؟ من قبل الموظف هي عدم معرفته بحقوقه، يعني اول الحقوق المترتبه عليه وكيف بيتم التواصل بين الموظف وبين المدير. اغلب المشاكل هي عم تتم بجهل هي الحقوق. انا اليوم لما ما بعرف حقوقي طبيعي ما راح اعرف دافع عنها، فانا بدي اكون اعرف حقوقي، اعرف شو واجباتي، ملتزم فيها، عندي قراءه انه انا اليوم عم اشتغل ضمن قطاع معين، لازم يكون عندي قراءه لهذا القانون اللي بينظم هذا القطاع، مشان اعرف وكون واعي ومدرك، حتى لما بدي طالب بشيء بدي اعرف بشو عم طالب يعني. فالاخطاء اني لازم يكون عندي قراءه واعيه لبنود العقد، قراءه ما فهمت شيء بسال بستشير، ولازم اكيد يكون عندي هدف او قيمه حابب اني اضيفها من خلال دوري كموظف. تمام. بالنسبة للإدارة، سهولة التواصل مع الموظف ببيئة آمنة ومريحة، بيحق له يعبر عن رأيه، عنده نقد بناء، عنده ملاحظة بيحب أنه نطورها ببيئة نسمعه. العمل لازم نسمعه، لازم يكون التواصل عالي شوي وفي مخصص له وقت لهذا الشيء، والتركيز على إمكانيات الموظف لرفعه بحيث من نظام المكافآت والتحفيز الوظيفي. تمام، يعني هالكلام جدا مهم، معلومات دقيقة أعطيتينا إياها حلا، شكرا كثير لوجودك معنا، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. شكرا كثير.